جايز وصلنا للفندق وخليني أخذكم بجولة سريعة بالغرفة مالتي ونقول بسم الله. ترى طبعا مثل ما عرفتوا أكيد أنه أنا مسافرة وجاية ويا بنفت عندنا كامبين كلش حلو وحيل قوي. الغرفة حيل حلوة وأهم شي حاطيلي my favorite products للحواجب للعيون بلاشر. عندنا هنا البنتنت وهاي هي الغرفة وياكم حرفين كلش تشرح الصدر. وأهم شي حاطين هنا بجايم من بنفت حيل حلوة. وعندنا هذا السليبرز. عندنا هنا هذا الست البحر خيال الألوان رائعة وحيل حلوة. هاي حبايبي شلونكم؟ طبعا بعد ما كملت لكم الجولة بالغرفة اللي تجنن انا حاليا رحت اخذت شاور وشوية جففت شعري وكملت ودا اهتم بشرتي. لين تعرفون باكر عدنا تصوير ولازم اني اهتم بشرتي ونسوي السكين كير مالتي قبل التصوير على مود وجهي يكون ناعم ومترطب وبشرتي تكون نظيفة وجاهزة للمكياج لانه باكر راح يحطونا مكياج. المهم دا حضر ملابسي فدا تشوفون شوية صارت فرصة هنا اريد احضر اوتفتات التصوير لباكر حتى راح نجهز اوتفتات العيد وكل هاي الاشياء. المهم شوي تعبانة اوكي بس قلت لازم اهتم بشرتي قبل كل شيء. هذا شيء جدا مهم فخليت هذا الماسك من تاتا هاربر. هذا البراند تخيلوا ليسا تستخدمه فروح اشتروا من عنده. انا علقت ملابسي بالكنتور هنا مثل ما تشوفون فلازم اطلع اوتفتات تصوير باكر اول حلقه. فجماعه راح تشوفون الشيء خيالي باكر راح اخذكم وياي اريد ارويكم طاقم التصوير التيم اللي جنن لكم بنات بنفت وراء الكامبين القوي اللي راح تشوفوه. فباكر راح اعرفكم عليهم على صديقاتي وراح يجون بعد يوتيوبرز فباكر راح نشوفهم ونتعرف عليهم اكثر بالتصوير. المهم طبعا هاي جنطه مالتي لحظه هاي الجنطه مالتي الصغيره اللي راح اخلي بيها ملابس باكر. تعالوا ارويكم الفيو برا اللي يجنن. المهم بين ما الماسك شوي ينشف تشوفون هذا الماسك شفاف لونه. شوفوا لي الفيو يا جماعة. الله الله يلا تعالوا لي. المهم شاكم بأظافيري سويتها بينك برج خليفة فيو. ماكو أحلى من هذا الفيو. ايش رايكم؟ تعرفون اني بالطابق ال 64 ودا اشوف كل دبي من فوق. اللي فيو يجنن يا جماعه. طبعا يصير بغير غرفه جاي وياي يمكن بلكوناتها من الجهه الثانيه يعني ما اقدر اشوفها. مهم خلينا نروح ونشيل الماسك اللي خليناه. يلا تعالوا بجامة اليوم هذه هي طبعا جديدة اشتريتها قبل ما اسافر. هلو شنو نايمة؟ جاهزة باكر؟ متحمسة باكر التصوير؟ ها؟ هيي شنو هاي؟ جايبة اندومي وياك من فنلندي؟ لا اشتريتي منه.
يا جماعة طبعا رجعت على الغرفة مالتي. أنا حاليا بعد خلاص I have no energy anymore. لازم أروح أنام، لازم أنام من وقت عمود أقعد هيجي عندي طاقة كلش حلوة وحيل متحمسة لي باكر. فأنا عندي مونتاج رح أمنتج شوية الفيديو وأروح أنام. عمد أنام مرتاحة وأكون إنه نص الفيديو أنا كملت المونتاج مالتي. فنشوفكم باكر الصبح. باي good night love you. Good morning حبايبي، شلونكم؟ طبعا لبست هذا الدرس الاسود، هذا كان اوبشن 1 للتصوير، فقلت خليني البسه واروح بي واخذ هذا الدرس وياي المنقط اللي جنن حيل حلو. المهم هذا الدرس اني حيل احبه فرح البسه ويا حذاء رياضي، وهذه هي الجنطه مالتي اللي جهزتها البارحة بالليل. أخذ شحنة الكاميرا وتليفوني. يلا يا جماعة ننطلق. عبير الساعة بيش؟ بالسبعة جهزنا وكملنا. هاي شلونك؟ وأخيرا يا جماعة شوفوا من شفت يمنا الاستوديو بيسان. كيفكم؟ الحمد لله. شكلي مو هيك هلا لما استنوني انتظروني. جاية قبلنا شو الساعة كم جيتي هون؟ انا لاني نشيطة. اكيد. اوكي وانتو كسلانين. انا سطورة. ما شاء الله جاية شو الساعة 5 الصبح؟ يا جماعة بلشنا بالميك اب. يا جماعة طبعاً أرد عليكم على شادين. لأن قلت لهم المتابعين أرد عليكم على تيم بنفيت. شادين من يعني أحلى الشخصيات تعرفت عليها بنفيت. حبيبتي مسكت ريان. شادين جديات وردة مال الله. هي الأمان، هي الجمال. يعني شنو شادين؟ يعني شنو شادين؟ يعني شنو؟ يعني هي الحلاوة، يعني هي الألاف. Thank you. Of course. يا جماعة طبعاً فاطمة فرح. ها. Outfit اليوم شو رأيكم بيه؟ حلو. الصورة تجنن حيل حبيتي. الله على مصر حلوين. يا جماعة تخيلوا للآن ما مكملين تصوير الحلقة الأولى. شوية أول يوم يعني راح يكون كلش متعب. المهم مكياجي مرتب وحيل حلو. شكل أظافيري، باعوا أظافيري البينك كلش حلوة. سويتهن على مود البرنامج، شكل شي وردي وحلو. من هذا أول واحد ما اثنين. زبايني وانا حطبخ. شوفي كيف حطبخ. شو عيدي.
اليوم انتوا زباني وانا حطبخ، شو بدك تحطبخ؟ يلا كيس سموها بينك وبين اختك. انا ما بدي اقصيها. لا اسوي لا مارد مارداني كيتوس. اوكي واو ابدعتي ريان. الله الله ما معي تشوب ستيكس عم بعملها لكم وما معهم هالاشياء. مبدع. روان ايش بالاكل؟ روان سوري. طيب ورغد اليوم جبناه من مطعم كوري. حبيتي صبا بعد ما سمعنا صوتها اول ما دخلت المطعم. الف الف عافيه. اليوم جبناهم على مطعم كوري بعد ما كملنا تصوير شوي.